دول غرب أفريقيا النهاردة بقت في خطر حقيقي من نواكشوط لحد لاجوس، والخطر ده جاي من المحيط الأطلسي وممكن ياخدها ويغمرها تماماً. والسؤال ليه ده بيحصل حالياً؟ وهل الدول دي هتقدر توقف الزحف ده؟ ولا هنشوف مدن بتختفي قدام عينينا؟ كل ده هنعرفه في خمسة بالعربي. منطقة غرب أفريقيا بتواجه حاجة اسمها الغمر البحري، والموضوع ده بيمثل خطر حقيقي على مدن كتير هناك. المدن اللي زي نواكشوط في موريتانيا وسانت لويس في السنغال ولاجوس في نيجيريا وكوتونو في بنين بقت مهددة بالغرق تدريجياً بسبب التآكل المستمر في سواحلها. المحيط الأطلسي بيزحف عليها سنة ورا سنة، والسبب الأساسي في كده هو التغيرات المناخية اللي حصلت نتيجة للاحتباس الحراري. طيب إيه اللي بيحصل؟ بص يا سيدي، الانحباس الحراري مش بس بيأثر على الجو ودرجات الحرارة، لا ده كمان بيرفع مستوى سطح البحر بشكل مستمر، وده لأن الجليد في المناطق القطبية بيدوب بكميات ضخمة والمية اللي بتيجي منه بتصب في المحيطات. طبعا مع زيادة المية السواحل الرملية المنخفضة في غرب أفريقيا بقت ضعيفة جدا ومش قادرة تقاوم الزحف البحري، وده معناه إن المدن الساحلية بقت مهددة بشكل كبير. الأبحاث بتحذر وبتقول إن مستوى سطح البحر ممكن يوصل لمتر واحد زيادة بحلول سنة 2100، وده لو درجات الحرارة فضلت في ارتفاع مستمر، وده هيخلي التآكل في السواحل يزيد أكتر وأكتر. طيب هل في رد فعل من الدول دي؟ الظاهر كده إن كل دولة حاولت تلاقي حلول سريعة على قد إمكانياتها، ففي بعض الدول حطت حواجز ترابية وأكياس رمل علشان توقف زحف البحر، لكن دي حلول مؤقتة جدا ومش هتحل المشكلة على المدى الطويل. وفي دول زي ليبيريا قررت تاخد خطوة أكبر، وحكومة مونروفيا مثلاً اتخذت قرار بنقل العاصمة لمكان أبعد عن الساحل. لكن الأزمة دي بتأثر مش بس على السواحل، لكنها بتمثل تهديد مباشر للاقتصاد في غرب أفريقيا، لأن المدن الساحلية بتمثل حوالي 42% من اقتصاد المنطقة، وثلث السكان تقريباً عايشين في المدن دي. فلو المدن دي اتأثرت أكتر بالغمر البحري، ده هيؤدي لخسائر اقتصادية ضخمة، بالإضافة لتأثير مباشر على حياة ملايين الأشخاص اللي هيضطروا يسيبوا بيوتهم. طيب فين دور المجتمع الدولي؟ شوف يا سيدي، الباحثين زي يحيى مامادو بيشوفوا ان الازمه اكبر من ان دول دي تحلها لوحدها، وبيطالبوا بتدخل المجتمع الدولي علشان يساعد في مواجهه ظاهره الانحباس الحراري وكمان التاكل البحري. يعني لازم يكون في دعم مالي وتقني لمساعده الدول دي في مواجهه الازمات دي، لكن كمان الدول دي لازم تبدا في تنفيذ خطط طويله المدى علشان تحمي نفسها، زي تقليل النشاطات اللي بتزود من تاكل السواحل، زي استخراج الرمال وازاله الغابات. السؤال بقى، مستقبل المدن دي شكله ايه؟ الاجابه طبعا لو فضل الوضع على كده بدون حلول جذريه، المدن دي ممكن تختفي تماماً تحت المية على المدى الطويل. المشكلة مش بس في الغمر البحري، لكن كمان في النشاط البحري اللي بيساهم في تدمير الحواجز الطبيعية اللي بتحمي السواحل. يعني الحل لازم يكون شامل ومرتبط بتغيير نمط الحياة في المدن دي.